الشارع اطلاقا، والا تبقى مشكله. والشارع لو تخيل انه هيتحرك عشان يسرع في الاجراءات او يؤثر، يبقى شارع ما بقاش واعي على مستوى وعي الثوره. الثوره دي كانت في منتهى التحضر والوعي والرقي، ويجب ان يكون الشارع بنفس التحضر ان هذه اجراءات تحتاج وقت عشان تتنفذ، عشان ارساء العداله. والمثل اللي قاله السيد لو حسن انه عشان يتحقق لازم يسال في جميع المحافظات وفي كل القطاعات عشان يقدر يقول ايوه في حاجه ولا ما فيش حاجه، وده نموذج بس يعني. طيب الايام بقى اللي فاتت وهي يعني في احداثها لا تقل ايضا اهميه، تحديدا فجر السبت. سياده اللواء، يعني فجر السبت الحقيقه صوره شفنا فيها حدث شكله لم يرضي الكثيرين، وفي علامات استفهام كانت كتيرة جدا، عايزين نستوضحها بشكل أكبر من حضرتك. إيه اللي حصل في ميدان التحرير في فجر السبت؟ مين الناس اللي كانت موجودة، خصوصا أن هناك قوى سياسية في اللجنة التنسيقية للثورة قالت أنه لم يطلبوا من عناصرهم التواجد في ميدان التحرير، وقالت وأعلنت كمان أنه ده تم بعد جمعة التطهير، يعني خلاص هي خلصت الاعتصام وخلصت إبداء رأيها وكل شيء انتهى. أمال من اللي كان موجود في ميدان التحرير؟ هو سؤال وجيه ومحتاج إجابات من القوى السياسية اللي موجودة على الساحة دلوقتي. إحنا لا نتعامل بأسلوب رد الفعل، ولكن احنا بندرس ونقيم وبنتخذ قرارات وبننفذها. اللي حصل يوم الجمعه في جمعه المحاكمه كما اطلق عليها، ظهر بعض العناصر ترتدي الزي العسكري على بعض المنصات داخل ميدان التحرير. بدانا نتحقق وبدانا نتاكد هل هذه العناصر من العسكريين اللي في الخدمه ولا من خارج الخدمه. تاكدنا ان هناك البعض من كلا الجانبين. طبعا ده موضوع خطير بالنسبة لنا يعني، وبدأنا نتعامل مع الموضوع بدراسة كيف نتعامل وكيف نعيد الاتزان. بدأنا بإجراءات تفاوضية. انتهت المحكمة أو المحاكمة اللي كانوا عاملينها في ميدان التحرير، ثم وصلنا لمنتصف الميدان وبدأوا المجموعة من الشباب، أنا معرفش ميولهم أو انتماءاتهم إيه، تلتف حوالين هذه المجموعة من الضباط وبدأوا يتطاولوا في الحديث ويوجهوا بعض الانتقادات للمجلس الأعلى. تفاوضنا مع الشباب اللي موجودين في الميدان من خلال بعض الرموز. من الساعة 10 مساء وحتى الثالثة فجرا، وكانت الردود مش واضحة يعني، ولا طبعا المنظر ما كانش يجب ان يستمر. فتدخلنا انا مش عايز اقول عنف ولا قوة، ولكن اسلوب احنا ممكن نستخدمه لفض تظاهر. ازاي نتعامل مع متظاهر رافض ان هو يترك مكان او على مستوى العالم كله بيستخدموا وسائل متدرجه، بيبدا الكلام والتفاوض، فشل التفاوض بيبدا استخدام خراطيم المياه، استخدام القنابل المسيله للدموع، ثم الدخول باستخدام بعض الهروات او العصا الكهربائيه. احنا ما كناش عايزين ندخل في هذه المواجهه مع الشباب، فاستخدمنا اسلوب اخر وهو التخويف دون احداث خسائر. استخدمنا مجموعه من الذخائر الفشنك، والذخيره الفشنك دي للمدنيين اللي ما يعرفوش يعني ايه فشنك، هي ذخيره محدثه للصوت فقط، ليس لها تاثير على اي فرق. هي تحدث الصوت. استخدمنا الذخيره المحدثه للصوت، فرقنا المتظاهرين، دخلنا منتصف الميدان، اخذنا المجموعه اللي كانت متواجده داخل الميدان، وده شان داخلي، ده موضوع خاص بامن وسلامه القوات المسلحه. مش عايز اقول خط احمر وخط اخضر وبتاع، لا ده امن الدوله.
بس قبل ما نسيب النقطه دي بقى فندم، يعني بعد اذن حضرتك، يعني استخدامكم لهذا النوع من يعني من حمايه الموقف كله معناه انه ما كانش فيه اطلاق لرصاص اطلاقا. احنا نزلنا يوم 28 الشارع، انا قائد المنطقه المركزيه، قواتي كانت في الشارع اعتبارا من يوم 28 يناير، وحتى يوم حتى الان لم يتم اطلاق طلقه ذخيره حيه ضد اي متظاهر. انا كانت علاقاتي موجوده في ميدان التحرير سواء قبل التنحي الرئيس السابق او بعد تنحي الرئيس السابق، كان ليا تواجد، كنت بمر في الميدان شبه يومي، كنت بطمئن على الناس اللي موجوده داخل الميدان، كنت بمر على النقط الطبيه اللي كانوا عاملينها. فتحنا لهم مستشفى ميداني داخل شارع ريحان خلف مديريه الامن، مستشفى كامله. مش احنا اللي هنوجه سلاح ضد صاحب راي او مظهر. احنا حددنا الساعه 3 عشان ننفذ المهمه بتاعتنا، لان ده التوقيت بدء حظر التجوال اعتبارا من الساعه 2 فجرا او ساعه 200 زي ما نقول في الجيش، واستمر التفاوض حتى الساعه 300 الساعه 3. ما فيش داعي يبقى في تدخل من مدنيين ضد افراد عسكريين. سياده اللواء محمود، يعني حضراتكم نفيتوا موضوع استخدام رصاص حي او طلقات حيه، ولكن اللي حصل يوم السبت ان كان في ضحايا وكان في وفيه واحده، فالناس بتتساءل، اتعرف بعد كده ان اللي مات بسبب رصاص. طب الرصاص ده ما جاش من ناحيتكم، طب جه منين؟ والله هو ده موضوع في منتهى الاهميه في الدنيا، بس انا عايز اكمل حاجه، ان انا شخصيا، انا كشخص، لان انا مكلف من قبل المجلس بالتواصل مع شباب، وده ممكن نجيله بعد كده، يعني انا شخصيا بالتليفون كلمت اكتر من 15 شخص من الشباب، من ممثلين الشباب، وكلهم اكدوا ليا، وكان في ناس في بيوتهم، وطلبت منهم ينزلوا تاني الى الميدان من بيوتهم، وكلهم اكدوا لي ان اللي موجودين في الميدان لا يمثلوا شباب الثوره، وطلبت منهم حتى لو كانوا يمثلوا الشباب من فضلكم ان في حظر تجول وهيبدا الساعه 2، وحتى لو كانوا بيمثلوا الشباب الناس المفروض تخلي الميدان قبل الساعه 2، لان اللي هيتواجد في الميدان بعد الساعه 2 هيبقى مخالف قانونا. وفعلا في ناس نزلت من البيوت وكلمتني من الميدان، وده كان بيدي علامه استفهام كبيره جدا، مين اللي موجود في الميدان؟ اذا كان دول انا عارف الناس اللي بيمثلوا ائتلاف الشباب والاتحاد الشباب وفيهم كل العناصر دي وفيهم ناس بالاسم انا كلمتهم، يعني ممكن يكون حسب ما انا فهمت بعد كده ان كان في بعض الشباب متعاطف مع بعض الناس اللي موجودين، بس دخلنا في اطار مخالفه دلوقتي قانونيه، يعني اطارنا في مخالفه قانونيه، والناس دايما بتتحسب على الاجراء وليس يعني ضد مخالف قانون. المصدر بقى اللي حضرتك بتتكلم عليه ان في فعلا واحد اصيب بطلق نار، مش كده؟ واحنا فعلا مفيش، لا يوجد مع الافراد اللي كان زي ما اكد السيد قائد المنطقه، ليس من ضمن الذخيره اللي معاهم ان في طلقات حيه. ده موضوع محل بحث وده محل تحقيق، لان الطلقه حسب ما انا طلعت بعد كده تقرير الطب الشرعي، ويمكن سيادة اللواء حسن يؤكد الموضوع، ان هي اتجاه الضرب تحليله ان من اعلى الى اسفل، يعني وده موضوع حد فوق المباني، لا يعني اتجاه مرور الطلقه هو المرحله الاولانيه من اخلاء الميدان تمت من الساعه 3:05 فجرا حتى الساعه 3:30، اخلينا الميدان تماما، واخذنا المجموعه اللي كانت ترتدي الزي العسكري، جزء منها عسكريين وجزء منها غير عسكريين، واخلينا الميدان تماما. المجموعه اللي كانت، خلي بال حضرتك، احنا لما دخلنا الميدان كان موجود في الميدان حوالي 1500 فرد معاهم كل حاجه، معاهم الملوتوف، وده معاهم كميه رهيبه من الحجاره، معاهم كميه رهيبه شكاير من كسر الرخام اللي ممكن حصل عندنا اصابات. اخلينا الميدان واخدنا الناس الموجوده جوه الخيمه اللي هم كانوا عملوها. لا، حصل حضرتك في الجيش اصابات؟ طبعا. واخلينا الميدان تماما. العناصر اللي كانت موجوده جزء من اللي موجود
اللي تدخل في عملنا كقوات مسلحة اتقبض عليه، وباقي الأفراد الموجودة جزء اتجه في اتجاه كوبري قصر النيل، وجزء اتجه في اتجاه شارع التحرير وفي الشوارع الجانبية اللي محيطة بميدان التحرير. ما حدث من إصابات أو الطلق الناري اللي حصل كان في أحد الشوارع الجانبية، أنا مش عارف بالظبط هل هو شارع التحرير أو شارع اللي قبله، وهو في ثلاثة أصيبوا بطلق ناري، واحد قتل واثنين فيهم إصابات، واحد إصابة في صدره أعتقد، واحد إصابة في رجله. وزارة الصحة طلعت بيان إن عدد المصابين 70 مصاب وقتيل. السبعين المصاب وزارة الصحة ما قالتش هم عسكريين ولا مدنيين، وما قالتش ايه نوع الاصابات بتاعتهم. في ناس دخلت المستشفى قعدت بالظبط 10 دقايق وخرجت، في ناس قعدت ربع ساعة، في ناس قعدت نص ساعة، وجميع الاصابات نتيجة لقصف حجارة. الجيش لا يقذف حجارة، والجيش لا يوجه نيرانه ضد الافراد. انا بأكد على حاجة واحدة، ان الاصابة اللي نتج عنها قتيل واثنين بطلق ناري، هم ثلاثة بس اللي اصيبوا بطلق ناري، كانوا في احد الشوارع الجانبية وليس داخل ميدان التحرير. الشكل اللي ظهر في ميدان التحرير ان في استخدام مفرط للقوة، كلها زخاير في شنك محدثة للصوت، الغرض منها عدم التصادم مع المتظاهرين. هل تم استخدام غاز مسيل للدموع؟ اطلاقا لا استخدمنا غاز مسيل للدموع، ولا استخدمنا دخان، ولا استخدمنا اي حاجة الا زخيرة محدثة للصوت، وكانت تضرب في اتجاه اعلى تحت، واللي كان بينتجها بالضبط 8 من الضباط. طيب سيادة اللواء، يعني ممكن يكون في هتافات وشعارات خادعة، ممكن يكون في استغلال لحماس او لبراءة شباب. حضرتك قلت في سياق حديثك انك التقيت بمجموعة من الشباب وفي تواصل كمان، مش يعني ما كانتش مرة واحدة اذا كنت فهمت صح يعني. لما قابلتهم ولما حضرتك اتكلمت مع مجموعات منهم، يعني قناعتهم كانت واصلة لفين في الاحداث الجارية؟ والله انا عايز يعني 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 اقول ان مجموعه الشباب اللي انا التقيت بيها صحيح وهم كتير وعلى فترات طويله، وكانت فتره اللقاءات بتمتد لفترات طويله. انا يمكن في منتهى السعاده بالتجربه دي، لانها اثبتت ان مصر تمتلك جيل من الشباب في منتهى التحضر وفي منتهى الرقي وفي منتهى الوعي والادراك ومحب البلد بدرجة تدعو إلى الإعجاب. وأنا يعني صحيح عايز نفرق بين الشباب ده اللي هو فجر الثورة وطلع بيها ومتحمس ليها وتحمل يمكن نتائج لها كبيرة جدا، وبصراحة في يعني أنا أرى إن في بعض الناس قفزت على 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 هؤلاء هذا الشباب الجميل من وجهة نظري أنا، اللي هو محل تقدير واحترام كبير جدا مني، وقد ويسيئوا إلى هذا العمل. منها بصراحة اللي حصل يوم السبت، أو التجاوز والتجرع على القانون، أو محاولة اتهام القوات المسلحة، ودي نقطة أنا عايز إن هي تستخدم العنف والعنف المفرط والكلام ده له أهداف من وجهة نظري أنا يعني اخرى، اللي هي الوقيعه، ودي ممكن نتكلم عليها كتير قوي بعد كده، بين الشعب وبين القوات المسلحه. القصه دي القوات المسلحه من بدري قوي واعلنت انها لم ولن تستخدم النيران ضد الشعب، رغم ان كان في التوقيت ده عندها ما يبرر احيانا استخدام العنف، فكان في ناس بتموت وناس بتستشهد ومعدات بتتحرق، ولكن ده بالنسبه لنا مبدا. فصعب ان حد يجي بعد كل اللي حصل ده ويتهم ان القوات المسلحه بتفرض في استخدام